ارتكاز على حكم القانون. الارتكاز على حكم القانون، لماذا الارتكاز على حكم القانون؟ طبعا الأشخاص مهما كانوا لهم أهواء ولهم رغبات ولهم شطحات ولهم يعني أشياء كثيرة، لكن القانون هذا يحكم تصرفات الأفراد. الكل الحاكم محكوم، حاكم ومحكوم، يعني الكل أمام القانون سواسية، حاكم ومحكوم. فمن جانب إذا 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 قلنا إنه مثلا الحكومة أو من أركان أو من أركان الدولة المدنية الحديثة الارتكاز على حكم القانون، يعني هذا أن الحاكم اللي في رأس السلطة أو في هرم السلطة أو في وسطها أو في أو لا يمكن أن يتصرف إلا وفق القانون. وفق القانون. إذن القانون هذا آلية للحد من تصرفات وأهواء من يصلون إلى السلطة. أيا كان كبير أو صغير. عندما يعرف من يمارس السلطة سواء كان رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا صغيرا أو كبيرا، أما هناك قانون يحكمه ويحاكمه ويحكم عليه ويراقبه، فلا بد أن يعمل على كبح جناح نفسه. لكن إذا كان يمارس وفق أهواء وتصرفات بدون قانون ف سيعمل ما يريد، سيعمل. طيب وين ما كنا نسمعه الآن، إحنا كنا نخاطب على عبد الله صالح يعني صادق، كان يقول كل من يخالف النظام والقانون سيتخذ الإجراء ضد من يخالف النظام والقانون. طبعا هو النظام والقانون بذكرنا نظام على الضعفاء والمساكين وأما الأقوياء فلا نظام عليهم. لم نرى أي فاسد، لم نرى أي مخالف، لم نرى أي مرتشي، لم نرى أي قاتل، لم نرى أي إنسان يحاسب، ما رأينا شيء. النظام والقانون كانوا يتشددون به يعني مجرد كلام، ولكنهم أول من يخالفون الأنظمة والقوانين. لو تحصر تصرفات هؤلاء المسؤولين ستجد 95% من تصرفاتهم غير قانونية على الإطلاق، على الإطلاق. يعني لما يذهب الرئيس من صنعاء إلى ذمار مثلا في زيارة وينفق 300 مليون 400 مليون، هل هذا قانون؟ هذا تصرف قانون؟ هذا نفريات بدل مواصلات بدل ما بدل يعني هذا. طيب المجتمع يعني بحاجة إلى مدرسة، بحاجة إلى مستشفى، بحاجة إلى 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 تمام. لما يذهب وانت احسب المسافة من صنعاء إلى ذمار، يعني كم مسافة كيلو، احسب كم المسافات الذي يقطعها في وكم الفترات التي بكذا، يعني كلام لا يمكن القبول على الإطلاق وليس قانوني ولا يمكن أن يعني هل من القانون أن أعين ابني يعني مثلا مش قائد حرس ولا قائد منطقة ولا ابن خالتي ولا ابن عمتي ولا أين القانون هذا؟ أي قانون هذا؟ لا يمكن في أي في دولة. وآلاف الشباب الخريجين بشهادات عليا لا يجدون وظائف بل يعملون في دولة عربية الأسرة. دولة مدنية حديثة لا يمكن للمسؤول الأول أن يعين. يا أخي الكريم شوف القوانين في الدول المدنية، في الدولة المدنية الحديثة. أحد الرؤساء الأمريكيين ما أذكر من هو، ودي يكون اللي قبل هذا يعني اللي قبله يعني كلينتون، يعني يقول لك القانون الأمريكي عندما ينتقل يحق للرئيس أن ينتقل من محافظة إلى محافظة أو من ولاية إلى ولاية بدائرة خاصة وهي مخصصة للرئاسة، ويحق له أن يأخذ زوجته وكلب، يعني واحد كلب الكلب يعني. فحصل ان الرئيس الامريكي طلع كلبين، الكلب حقه وكلب زوجته تمام. فوصل الى هذه الولايه وبلغوا ان هذه مخالفه جسيمه وانه سيحاسب عليها، وانه هذه هي الدوله المدنيه الحديثه. هذا هو الارتكاز على حكم القانون. هنا اين مليارات الدولارات؟ هنا اين مصنع الغاز؟ اين موانا عدن؟ اين كم مظهر هذا الشعب المسكين؟ نعم هذا يحاسبه على كلب، يعني كلب يعني حصل في الطائرة يعني لاحظ يعني في رقابة شديدة ورقابة يعني صارمة ورقابة. عندما يكون هناك قانون وهذا ما نعمله في المحاسبة وإشراف، ف
فلم يخطئ الحاكم ولم يرتكب اي خطا على الاطلاق. طيب دكتور من اجل الوقت اذا اخذ العنصر الثالث وهو الخلع على حكم الشرط الرابع او الشرط الرابع. الشرط الرابع او الصفه الرابعه من صفات الدوله المدينه الحديثه هو المشاركه السياسيه. المشاركه السياسيه طبعا المشاركه السياسيه مهمه جدا ولها وظائف متعدده جدا. المشاركه السياسيه عندما تعتمد على مجموعه من الافراد يعني لأزمنة طويلة هما بيعبوا الإمكانيات الذي عندهم ويوصلوا إلى مرحلة تتكلس فيها أذهانهم ونهودهم. لكن إذا غذيت السلطة هذه بكل فترة معينة بناس طبعا حيكون عندهم القادم من هؤلاء أو اللي بيدخلوا إلى السلطة الجديد بيكون عندهم طاقة يكون عندهم قدرات إبداعية غير عادية بيكون. فأنت بتعمل على تجديد ولا تحصر هذا الإدارة الدولة في فئة يعني محددة لأنه ستصل في النهاية إلى طريق مسدود. لكن إذا استمر المشاركة تعمل على تجديد تعمل على الإبداع تعمل على الابتكار تعمل على تحقيق نهضة للمجتمع. يعني أفضل مني قد يكون عندك أسلوب أفضل مني قد يكون عندك معلومات أكثر مني قد يعني أشياء. لكن إذا حصرتها على مجموعة أشخاص لفترة زمنية يعني طويلة فلن يعني نحقق تنمية. هل مقصود المشاركة في الانتخابات أم مشاركة في ماذا يعني؟ المشاركة في كل المستويات يعني ما تكون شيء نقصد المشاركة يعني موقوفة على أولاس معيارة تكون محتكرة على حزب كل أبناء الشعب حسب ولا على الخبرة لا على محتكرة على فئة ولا على يعني حزب أو حزب أو مثل ما تقول إقصاء جميع من هو غير الحزب الحاكم يعني. نعم المطلوب مشاركة من جميع فئات المجتمع في المؤسسات الدولة على كافة يعني الوزارات المؤسسات المجالس بقي معنا فقط خمس دقائق. إذا الصفة الرابعة أنه أن هذه السلطة لتكون لجميع أبناء الشعب دون فوارق بينهم وهذه الكفاءة والخبرة هي من تحكم المتقدم للوظيفة وهذه هي ميزة وهذا ما يسعى الثواء إليه أنه ليس هناك إقصاء كما يروي الإعلام الرسمي سيتم إقصاء كل من يخالف الثواء في حزب الحاكم وكذا. هذا كلام طبعا غير صحيح لأنه الخلاف هو بين الشعب وبين شخص بعينه وليس مع أعضاء المؤتمر فكل من إخواننا وكلهم من أبناء الشعب. طيب الصفة الخامسة أو العنصر الخامس الخامس هو التعددية نعم تعددية يعني ركن مهم من أركان الدولة المدنية الحديثة وهو أن تقبل بجميع الطوائف أو الفئات اللي داخلين أو الاختلافات يعني لماذا؟ يعني تجنبا لحدوث صراع في المجتمع. يعني على سبيل المثال الحوثيون لو احنا دولة مدنية حديثة واستوعبناهم في الوزارات والمؤسسات وحققنا مطالبهم وقبلنا بمشاركتهم هل كان ستحدث خمس حروب او ست حروب او تمام ابناء المناطق الجنوبيه المناطق الجنوبيه الحراك يعني اكثر من فئه يعني نقول لا هؤلاء ما نشتيهم هؤلاء هم فكرهم كذا وهؤلاء هم هذه الدوله المدنيه الحديثه تقبل يعني جميع او تدخل في اطارها جميع الفئات تمام وتقبل بالتعدديه يعني الفكرية الثقافية السياسية إلا الثوابت الذي يتفق عليها الجميع لا يتخطوها ولكن في تحت هذه الثوابت نقبل بالتعددية حتى يعني لا يحصل صراع يعني داخل المجتمع وبالتالي يحصل إشكاليات متعددة. إذن هذه العنصر الخامس هذا العنصر الخامس. طيب دكتور يعني حتى نستغل الوقت يعني هل بس بشكل صريح هل الدولة المدنية تعني دولة علمانية؟ مع الأسف الشديد كثير من الناس يعتقدون أن الدولة المدنية الحديثة هي دولة علمانية. هذا ليس صحيح على الإطلاق لأن هناك علمانيتان علمانية سياسية وعلمانية فكرية. العلمانية السياسية هو المقصود بها أن من يصل إلى السلطة
يرتكز على القانون زي ما قلنا، ولا يفرض مذهب معين أو فكر معين على بقية أفراد المجتمع. يعني على سبيل المثال لو طلع واحد مثلا كاثوليكي في بريطانيا أو في أمريكا، لا يحق له أن يفرض هذا المذهب على جميع أو باعتبار أنه في السلطة. تمام، لا يحق له أن هنا هذه العملية السياسية يسمى ليس فيها إشكالية. إذن لا يوجد تضارب بين المذهب والدين، ليس فيها أي إشكالية على الإطلاق. خاصة بالدستور يعني يحمسنا القرآن والسنة. بالنسبة لمجتمعنا اليمني إحنا لا نريد علمانية ولا نحتاجها أصلا، لأنه العلمانية في المجتمعات التي فيها اختلافات مذهبية عميقة، أما مجتمعنا اليمني فهو مجتمع متجانس دينيا ثقافيا اجتماعيا، لا يحتاج إنما يحتاج هذه الدولة المدنية الحديثة في اليمن تحتاج إلى هذه الخمسة العناصر التي تحقق التنمية وتخرج اليمن من المآسي التي تعاني منها في هذه. طيب الدكتور، إذا يعني أخيرا كما أنا بعض يعني أسئلة كثيرة لكن نحاول إن شاء الله نناقشها في حلقات قادمة، كم نحتاج فترة زمنية لبناء الدولة المدنية؟ والله يا شيخ الكريم، شو هو القضية مش قضية وقت، يعني هي قضية إرادة. نعم، قضية إرادة. إذا في إرادة يعني قوية من الخيرين، من المثقفين، من النخب، من الذي سيمسكون السلطة مستقبلا، الذي سيمسكون نستطيع أن نحقق دولة مدنية يا أخي في سنة في سنتين، أيش الإشكال يعني؟ ما هي المشكلة الذي تواجهنا؟ يا أخي أنت مجموعة نخبة من المفكرين يعملوا استراتيجية ويحددون هذه الاستراتيجية يعني برنامج زمني محدد وينفذوا لمدة سنة لمدة سنتين. المهم ان نحن بحاجة الى استراتيجية للتغيير حتى نحقق يعني دولة مدنية. تغيير في الجانب السياسي اولا، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاداري، في الجانب الثقافي، في آن واحد في هذه الجوانب. إذا أردنا أن نحقق دولة مدنية حديثة فلا بد من إحداث تغيير في جميع هذه العناصر وفي وقت واحد وفي زمن قياسي يحدد وفق برنامج أو استراتيجية محددة. ليس مستحيلا ولا صعبا ولا كله يعني كل ما هناك، بس أنا ترى يحتاج إلى وقت كبير، خاصة أنه هنا 20-30 سنة كما أسلفت، لا دولة مؤسسات، لا نظام، لا قانون، يعني ستحتاج إلى ثورة جديدة الآن يا أخي الكريم. هنا ستحتاج إلى بناء جديد. الثورة موجودة بحمد الله يعني، وإذا استمر هذا الزخم يعني زخم الثورة يعني بهذه الوتيرة، وحتى لو هذا اللي في الميادين فقط يعني يدعموا من يعمل هذه البرامج والخطط، أنا متأكد أنها ستنجح وواثق كل الثقل، لأنه الناس كلهم تواجين. المجتمع اليمني مجتمع حتى القبائل حتى المجتمع، من لا يريد هذه الصفات في الدولة المدنية الحديثة؟ من سيقف يعني ضدها؟ لا يمكن أن يقف أي شخص أو أي قبيلة أو أي فئة، لا يمكن على الإطلاق. ويقول إن الله لا يزعه بالسلطان ما لا يزعه بالقراء. إذا هنا ما لا يزعه بالسلطان ما لا الله لا يزعه بالسلطان ما لا يزعه بالقراء. إذا في أشخاص في السلطة صادقين ولديهم إرادة يستطيعوا أن يحققوا هذه الأشياء في زمن قياسي. إذا بالإرادة والإدارة سنصل إلى الدولة المدنية الحديثة. دكتور حسين، شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، يعني سنتطرق في حلقات قادمة إلى من أين نبدأ تكوين الدولة المدنية الحديثة، ما هي العواقب التي قد تواجه الدولة المدنية الحديثة. نحن فقط فتحنا هذا الباب من أجل أن نعطي الموضوع حقه ونفتح مفاتيح، ثم إن شاء الله سنتكلم في حلقات قادمة عن بقية عناصر الدولة المدنية، العواقب التي قد تقف، الحلول. ما دام الثوار صامدون ثابتون في ساحات التغيير فإن الدولة المدنية قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفنا بالإرادة والإدارة والكفاءات والخبرة، من أي كان من سيأتي في المستقبل بعد يعني رحيل ما تبقى من هذا النظام، نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى دولة مدنية حديثة التي يشتاق لها كل أبناء الشعب اليمني، دولة تراعي الحقوق،
تراعي الواجبات، تراعي المواطنة المتساوية، الناس كلهم سواسية، القانون على الناس جميعا صغير أو كبير، لا تكون دولة مشخصنة كما كانت في عهد علي عبد الله صالح. لكم مني كل الشكر والتقدير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.